مهارات التعايش. الآن الطفل أو الإنسان بصفة عامة يتعرض في حياته للكثير من التحديات، للكثير نعم من المصاعب، فهو دائما يحتاج إلى مهارات لكي يتأقلم أو يتكيف مع هذه الظروف. طبعا هذه المهارات هي مهارات كما ذكر، نعم وهي يعني أشياء تكتسب. قد يكون عند الطفل بعض القدرة على التعامل مع بعض التحديات البسيطة التي تقابله أو تصادفه في الحياة، وبتطور حياته وبزيادة انشغالاته ستزيد التحديات. فإذا بقدر ما نجعل ابن أو الطفل يتعلم هذه المهارات وهذه الخطوات في تجاوز هذه المصاعب، نكون قد أعطينا للطفل كنز يستطيع من خلاله أن يتعامل مع كل التحديات أو أغلب التحديات التي قد تعارضه. الإنسان أو الطفل عندما يتعرض إلى نوع من التحديات أو المشاكل، إذا استطاع تجاوزه سيدخل في رصيده تجربة ناجحة. نعم كثرة التجارب الناجحة تعطيه ثقة في النفس، تعطيه قدرة على التعامل الإيجابي مع الواقع. فإذا فشل بالمقابل في هذه التحديات مرة واثنين وثلاثة، فنحن سنؤثر على بناء شخصيته، سنؤثر في ثقته على ذاته، في تقديره لذاته. فإذا هذه المهارات ستسمح للطفل ببناء شخصية سليمة، جميل شخصية إيجابية، شخصية فاعلة ومنتجة. فإذا التقنية، هذه مهارات التكيف أو التأقلم، لها أسس أو لها شروط. هذه الشروط على الأب أو الأم أن يعلمها لابنه. طبعا عندما نقول يعلمها لابنه، لا يعني يحضر سبورة وقلم، نعم وإنما من خلال الأمثلة الميدانية، من خلال الأمثلة الفعلية. لو يظهرون الشروط أيضا للمشاهد لكي عناصر يراها، المهارات. أو نعم عناصر المهارات. أولا مسألة إذا كان هناك مشكلة. تحديد المشكلة. نعم الآن الطفل مثلا حطم كأسا، نحن في المطبخ، الطفل أراد أن يأخذ كأس تحطم، نعم هذه مشكلة بالنسبة للطفل، هذا تحدي. الآن عندما نأتي للطفل، عوض أن نربكه ونجعله يخاف ونجعله يحس بنوع من الانفعال الزائد، نحاول أن نحدد: يا ابني، هذا كأس، وهذا الكأس زجاجي، وسقوطه على الأرض يتحطم ويجعل فيه خطورة لك وخطورة لباقي أفراد الأسرة. فلهذا أنت يجب عليك أن تدرك أن هذه مشكلة وتجنب تكرارها في المستقبل. نعم بعدما نحدد هذا الأمر، طبعا جمع البيانات، نحن عندما نتكلم على مستوى الطفل، أنك تحاول أن تعطي له بعض النماذج أو كيف يمكن لهذه الأمر أن يؤثر. أحضر ورقة وحاول أن تظهر آثار هذا الزجاج على الورقة، فيصبح ماذا؟ الطفل شكل بيانات على هذه المشكلة نعم وبدأ يفهم خطورتها. ثم تحديد المصادر، هنا تحديد الحلول. عندما يحدث شيء مثل هذا، ماذا نفعل يا بني؟ حاول أن تتجنب المكان، لا تقترب، ابتعد، قف في مكانك. جميل فأنت الآن تعطي له مصادر التعامل، ثم تعطي له ماذا؟ الاختبار. هيا الآن حاول أن تقف هنا ابني، أنا أحاول أن أجمع هذا الأمر. فأعطيته اختبار حل. الطفل دائما عندما تعطي له حل، هو في هذا أمر تدريبي أمام تعطيه عينه، حل واحد ولا تعطيه عدة حلول تعطي له حل يختار؟ حسب الحالة. نحن نعم نتكلم الآن عن حالة واقعية موجودة أمامك. تمام. الآن الطفل ماذا يحدث له عندما يتعلم التعامل مع هذه المشكلة؟ فيما بعد كل ما تحدث مشكلة أو كل ما يأتي تحدي، تعطي له أنت حل للتعامل. فالطفل يصبح عنده مجموعة من الخيارات في التعامل مع الإشكاليات. نعم هذه الخيارات يصبح دائما، لأنه نحن نتكلم على مسألة تراكمية تطورية، يعني يتطور الطفل ويبني مجموعة من المهارات، نعم فيصبح عنده مجموعة من الخيارات في التعامل مع التحديات هذه نعم مرة واثنين وثلاثة، فيصبح عنده دائما نوع من النمط الذي يبني على اختيار الأحسن، يعدل ويستبدل دائما. نعم فالطفل يصبح عنده بنك من الحلول ومن الآليات التي تساعده على التعامل مع التحدي. نعم وهذا الأمر لا يستهين به الإنسان، دائما يحاول أن يفهمه. في بعض الحالات يكون هذا عن طريق غير مباشر، من خلال القصص. عندما تحكي للطفل قصة عن طفل حدث له مشكلة ما وحلها، مشابهة. يعني فيكون نعم هناك نوع من الاقتداء أو الاقتباس أو التعامل الاقتدائي بهذه الأمور. نعم فحاول دائما إما أن تعطي له حلول لتجارب واقعية أو حلول لمشاكل افتراضية من خلال القصص، من خلال حكايات إما واقعية أمامه أو حكايات يسمعها عن أبطال وعن ناس سبقوه في هذا الأمر. دكتور، لعلكم ذكرتم كعنوان هي مهارات نعم التكيف والتأقلم، صحيح، يعني هي مجموعة من المهارات كما لاحظنا
توجد مهارة حل المشكلة على سبيل صحيح. المثال، توجد مهارة التحليل، توجد تماماً. مهارة تحديد المصادر، حسن الاختيار على سبيل المثال. فكيف يعني أيضا يعني من الناحية الشخصية كيف ستؤثر كقيادة؟ يعني لاحظنا يعني بعض المهارات القيادية فيها. تماما هذا الأمر، نحن عندما نتكلم عن المهارات هذه هي عبارة عن شيء تراكمي. نعم. الشيء التراكمي هذا في بعض الحالات قد تمزج هذه المهارات مع بعضها البعض وتنتج عند الإنسان مهارة أخرى. نعم. أنت الآن، وهذا دائما نذكر ونؤكد عليه، قضية بناء آلية حل المشكلة في ذاتها، نعم، بناء عقلية التخطيط، عقلية الترتيب، عقلية التحليل والتركيب والتفكيك، كلها هذه عبارة عن نماذج عقلية ومعرفية سيستخدمها الطفل. في بعض الحالات أنت عندما، ونحن تكلمنا سابقا على التعميم، أن الطفل يمسك نموذج أو يتعلم تقنية ثم هذه التقنية في ذاتها سيصبح يعممها على حالات أخرى مختلفة. تمام. فإذا هذه المهارات هي في ذاتها مهارات لذاتها مستقلة، مثل حل المشكلة، تحديد لكن الحلول، مع بعضها أيضا اندماجها يعطينا مهارة أكبر. نعم. أو يعطينا نموذج لحل المشاكل أكبر، وهكذا. فإذا عملية التعليم وتعديل السلوك هي عملية تراكمية، وبقدر ما نعطي منهجية مرتبة للطفل سنجده عندما يصل إلى سن محدد يكون عنده بنك من المعلومات والمهارات والكفاءات التي ستساعده في تحدي والتخطي المشاكل التي قد تعترضه.